طبعا ما فيش شك انه الصداع من الازمات الصحيه اللي ممكن تواجهنا في حياتنا بيكون ليه اسباب كتيره، زي مثلا النوم ساعات قليله، في عندك مشكله عضويه مثلا، مشكله نفسيه، مشكله مرضيه، مسببات كتيره قوي من الممكن ان ينتج عنها الصداع. وللاسف في ناس كتيره جدا بيكون عندها صداع مستمر وبتهمل في الموضوع ده وبتتعامل مع المسكنات كانه ده الطبيعي يعني. النهارده هنتكلم بالتفصيل في ازمه الصداع اللي ممكن تؤرق حياه ناس كتير مع دكتوره منى ندى، استاذ طب الاعصاب بكليه الطب جامعه القاهره. صباح الخير عليكي يا دكتوره، اهلا وسهلا بيكي. صباح الفل استاذه منى، صباح الخير استاذ محمد، سعيده ان انا معاكم النهارده. اهلا وسهلا بحضرتك دكتوره. الصداع ده واحد من المشكلات الكبيره، لكن قبل ما اتكلم عنها عايزه ابتدي مع حضرتك انك اول سيده مصريه وعربيه وافريقيه بتتولى منصب الرئيس المشارك لمجموعه الصداع العنقودي في جمعيه الصداع الدوليه. ليه عملوا جمعيه صداع دوليه؟ ولو حضرتك تكلميني عن منصبك الجديد. بص حضرتك، هم عملوا المنظمه العالميه للصداع سنه 1984 لانه لقوا انه الصداع ده من اكثر الاعراض اللي بيشتكي منها اي مريض، يعني مفيش عياده ما فيهاش مريض عنده صداع، مفيش حد من قرايبنا ما عندوش صداع. فابتدوا لقوا ان الوعي عن الصداع قليل جدا. عشان نزود الوعي ده لازم نعمل حاجه زي منظمه ليها نشاط، ليها اعضاء، ليها زي جدول كده، عشان نقدر نساعد المرضى انه زي ما استاذ محمد قال ما يبقاش عندي صداع وما بقاش ماشي بالصداع ومش متخيل ان هو ليه علاج. المنصب اللي انا اخدته هو تحت المنظمه دي، كل مجموعه من الصداع ليها مجموعه. تخيلي بقى حضرتك ان كل الصداع ده ليه اشكال كتيره قوي، متخيله كل الاشكال دايما نفسي. عندي دكتوره فمتخيله جدا والله ان شاء الله ما يبقاش عندك صداع. فلقوا الصداع النصفي عملوا له مجموعه، الصداع العنقودي عملوا مجموعه، المجموعه دي دورها ان احنا نعمل ابحاث ونعمل توعيه للمرضى، وده اللي هي اللي انا بشكركم عليه، ان احنا نبتدي نزيد الوعي عن ان في حاجه اسمها صداع وان في حاجه اسمها انواع للصداع وفي علاج للصداع. طب دكتوره ايه هو الصداع العنقودي ده؟ بص حضرتك، الصداع الاول خالص بنقسمه لنوعين، صداع اولي يعني ملوش سبب، منهم الصداع العنقودي والصداع النصفي، واسباب تانية زي مثلا عندي جيوب انفيه، عندي انيميا، عندي حاجه تانية. الصداع العنقودي ده نوع من انواع بقى الصداع الاولي، ده بيجي في الرجال اكتر للاسف، بيجي حاد جدا، يجي حوالين العين، المريض يبتدي اثناء النوبه يحصل دموع تنزل من العين او سائل ينزل من الانف، العين تورم جامد جدا، وهو أسوأ نوع صداع ممكن حد يحس بيه. مش ده الجيوب الانفيه اللي حضرتك بتقولي عنه ده تقريبا اعراض الجيوب الانفيه؟ لا خالص، ملوش بقى علاقه خالص يا استاذ محمد بالجيوب الانفيه. في بقى تخيل احنا هو حاد جدا. الجيوب الانفيه وجعها بيجي في الاماكن اللي انا بشاور فيها دي، والمريض لما يجي يصحى من النوم يحس بالصداع، لما يوطي مثلا هيسجد يحس بالصداع. صداع العنقودي لا، صداع العنقودي عادي، وانا بتكلم مع حضرتك مره واحده تجيلي نوبه الصداع حاده جدا لدرجه انه بيسموه الصداع اللي بيؤدي الى افكار انتحاريه او الصداع الانتحاري من شده المه، لانه اسوأ نوع صداع ممكن حد يجربه. بيبقى على ناحيه واحده، والاعراض دي بتقعد من حوالي ساعه لثلاث ساعات وممكن تتكرر اكتر من مره. فالحقيقه من اسوأ انواع ولازم يتشخص بدري عشان يتعالج. ازاي بقى يتم التعامل معاه يا فندم؟ بيتعامل معاه اي نوع صداع يا استاذ محمد، اول حاجه ان احنا نشخصه صح. يعني لو قلت لحضرتك ان احنا في احد الابحاث اللي عملناها في القصر العيني عن الوقت اللي المريض بياخده قبل ما يوصل للتشخيص انه صداع عنقودي، قد يصل الى 9 ل 10 سنوات قبل ما يتشخص صح. ممكن يتشخص ان هو جيوب انفيه، ممكن يتشخص مشكله في العين. فاول حاجه انه يتشخص صح. تاني حاجه ان احنا نبتدي ندي علاج وقائي. ليه استنى النوبه لغايه ما تجيلي؟ انا اقدر ادي علاج سواء للصداع العنقودي او الصداع النصفي، امنع نوبه الصداع اصلا انها تيجي. يمشي عليه المريض على طول؟ بيمشي عليه من 3 ل 6 شهور. لا مش على طول، بيمشي عليه من 3 ل 6 شهور لغايه ما النوبات دي تختفي خالص، وبنعلم المريض ان في حاجات معينه ممكن لو هو تجنبها يمنع نوبه الصداع انها تيجي. الحاجه الثانيه اثناء النوبه، لو جات لي النوبه اعمل ايه؟ اخد انهي نوع من المسكن واخد قد ايه مسكن عشان ما اعملش مشاكل لنفسي زي ما حضرتك قلت من الاكثار او الافراط من المسكنات.
طيب جرت العادة يا دكتورة أول ما الواحد بيحس بالصداع يلجأ للباراسيتامول على طول، أيا كان بقى الاسم التجاري بتاعه، بس بيلجأ لمسكن بيبقى حاسس إن هو آمن وخفيف على أجهزة الجسم، وفي نفس الوقت يعني تأثيره بيكون معقول، إلا طبعا في حالات الصداع النصفي. حضرتك شايفة إن ده تصرف صح ولا غلط؟ تصرف غلط جدا، لانه الاكثار من اولا الباراسيتامول هو ماده ضعيفه جدا للصداع، سواء الصداع النصفي او العنقودي او ايا كان نوع الصداع، فمش صح ان انا الجا للباراسيتامول. الحاجه الثانيه الناس مش واخده بالها انه لو انا عديت عدد معين من تناول باراسيتامول في الشهر، المسكن نفسه هيعمل لي حاجه اسمها صداع كثره المسكنات. يعني الباراسيتامول اللي حضرتك هتاخديه بدون سبب او ان انا بحاول اوقف نوبه قويه مش هتقف، الاكثار من الباراسيتامول هو نفسه يعمل صداع كثره المسكنات. فعشان كده بنقول للناس لا، في انواع لكل نوع من الصداع كمسكن، اخد الجرعه مظبوطه وفي وقت مظبوط من بدايه النوبه. يعني في الصداع النصفي بنقول اول نص ساعه، استاذه منى لو لحقت الصداع في اول نص ساعه بمسكن قوي مش طبعا الباراسيتامول، طبعا. النوبه هتقف ومش هيحصل فيها اي تكرار تاني. طيب هل ممكن بالفعل الصداع يكون ليه أسباب نفسية؟ العامل النفسي ليه دور طبعا انه يزود استاذ محمد، لانه العامل النفسي هيعمل ايه؟ اول حاجه هيخلي النوم مش مظبوط، فقله النوم او زياده النوم بتسبب صداع، فدي اول حاجه ليها علاقه بالحاله النفسيه. الحاجه الثانيه الاكل، اللي عنده اكتئاب او حاله نفسيه مش كويسه اكله ونظام اكله مش مظبوط. الحاجه الثالثه انه بيحصل تقلص في العضلات من كتر التوتر، وان انا مشدود بيبتدي عضلات الرقبه او عضلات الراس يحصل فيها تقلص جامد قوي. التقلص ده هيزود لي نوبات الصداع، لكن ان الحاله النفسيه لوحدها تعمل صداع يستدعي ان انا اروح للطبيب، لا، هو هيزود نوع عندي. يعني انا مريضه تمام. صداع نصفي بس عندي حاله نفسيه سيئه، فتبتدي النوبات تزيد جدا في القوه وفي العدد. فعشان كده بنقول العامل النفسي مهم قوي، لكن هو ليس سبب للصداع لوحده. طيب دكتورة، حضرتك عضو في اللجنة الدايمة للأطفال والمراهقين التابعة لجمعية الصداع الدولية، واللي طبعا أهدافها بتركز على اضطرابات الصداع في الفئة العمرية دي. دي فئة إزاي بتتعرض للصداع، وإزاي يعبروا عن نفسهم وهم عارفين أصلا يقولوا يعني إيه عندهم صداع ولا لأ، وإزاي نلحقهم وهم مش قادرين يساعدوا بالذات يقولوا يعني إن عندهم صداع خصوصا لو هم صغيرين؟ بصي حضرتك، هي مشكلة الأطفال إنه الحقيقة في نقص شديد جدا جدا للتوعية إنه الأطفال ممكن يشتكوا من صداع نصفي أو صداع توتري. دايما بناخد الأطفال إن هو لما هيشتكي من صداع إنه بيتدلع، أو إن هو مش عايز يروح المدرسة أو مش عايز يروح التمرين. الحاجة التانية إن الصداع مثلا النصفي في الأطفال بيجي بشكل مختلف، يعني في الكبار هيجي بشكل صداع، في الأطفال لا، ممكن يجي بس بمغص، وجع جامد جدا، الطفل يبقى شاحب جدا، لا لا، عنده ثواني يا رهبة دكتورة، في القيء. الصداع هيجي أعراضه مغص، ايوه هو ايوه يعني هيشعر هو بألم صداع، في بطنه لكن هو ده صداع، وهو مش ايوه هيبقى عارف يعبر؟ يعني لما حد يقول راسي بتوجعني وبطني بتوجعني، ده حاجة حقيقية ما بتبقاش الأطفال مش عارفة تعبر؟ لا لا، بتعبر جدا، الاطفال بتعبر جدا، ولما بنسمعهم كويس وبنعلم الام والاب ان الصداع بالذات النصفي ممكن يجي للاطفال، ان كل ما اركب مثلا اي مواصله ابتدي احس بدوار واحس ان انا عرقان، عايز انزل، عايز ارجع، مش قادر، ده ممكن يكون بدايه نوبات صداع نصفي، بالذات لو في تاريخ مرضي في الاسره، يعني لو الاب او الام عندهم صداع نصفي. النوع الثاني ممكن يجي بدوار، فالطفل يقول انا احس ان انا راسي، انا بلف، انا دايخ. الاطفال بالذات التعبير عن الصداع مختلف عن الكبار، فلازم نعلم الاهل ان الصداع النصفي ممكن يجي في الاطفال. الحاجه الثانيه انه العلاج بتاعه سهل خالص، احنا بندي نوعيه اكل معينه، بنعمل نمط حياه معينه، في بعض الاحيان نقدر نستعمل ادويه امنه للاطفال توقف النوبات. لكن زي ما حضرتك بتقولي، الوعي ان الام تبقى عارفه انه انا بطني بتوجعني بشكل متكرر، راسي بتوجعني، مش قادره اقعد في نور، مش قادره امسك الموبايل بتاعي، عايزه ارجع، وممكن فعلا الطفل يرجع وشه شاحب جدا، حاسس بدوار، لا، ابتدي اكشف وابتدي اطمن ان مفيش سبب للاعراض دي، مش ان الطفل بيتدلع. أكيد يعني أكيد. ماسكة الموبايل كتير يا فندم بتجيب صداع؟ طبعا طبعا، ماسكة الموبايل كتير حضرتك بتعمل ايه؟ اول حاجة طبعا بيجيب صداع، لانه احنا بنقعد فترات طويلة، تانية رقبتي، فده بيعمل تقلص في العضلات. تاني حاجة استعمال العين لفترات طويلة وطالع منها اضواء والوان، طبعا ده بيعمل.
الحاجة الثالثة الأصوات العالية بتزود الصداع. رقم أربعة اللعب اللي الأطفال بتلعبها اللي ليها علاقة بإن أنا قاعد متوتر وبلعب مشدود، وبحاول أجيب مشدود طول سكورز الوقت. ومتحمس كده، طبعا ده بيزود طبعا الصداع. طيب دكتورة، ايه اكتر انواع صداع انتشارا في مصر؟ أكتر أنواع انتشار في مصر هو الصداع النصفي. الصداع النصفي على مستوى العالم أستاذ محمد بيصيب 1 بليون شخص عندهم صداع نصفي. في مصر عندنا 18 مليون شخص عندهم صداع نصفي. 18 تخيل شخص حضرتك العدد؟ مشخص ولا لا، اللي 18 شخص متشخص منهم بيعانوا؟ بيعانوا أستاذة منة، اللي متشخص منهم بيبقى 40% فقط، لكن النسبة 17% من أي مجتمع بنتوقع إن هم عندهم صداع نصفي، ودي دراسة معمولة. فلما نتكلم على بليون شخص، لو حسبناهم في مصر احنا حوالي 110 مليون، احنا تقريبا في 18 مليون شخص عنده صداع نصفي، 40% فقط منهم اللي بياخد رعاية طبية ويبتدي ياخد علاج صح ويتعافى من الصداع النصفي. ودي معلومة للأسف ناس كتيرة جدا مش عندها، ناس متخيلة ان الصداع النصفي هعيش بيه طول عمري، هفضل طول الوقت باخد مسكنات وعايش بيه وخلاص والدنيا ماشية. لا طبعا، احنا عندنا أدوية حديثة وأدوية رائعة بتوقف نوبات الصداع النصفي، وبنوصل لمرحلة إن المريض أو المريضة، بالذات إنه بيجي أكتر في الستات وبيجي أكتر في الفترة اللي هي من 20 سنة ل 50 سنة، اللي هو الفترة الأكتف اللي أنا فيها نشيطة وعندي أولاد وعندي شغل وبتحرك، نقدر نوصل مع المريضة إن هي ما عندهاش نوبات صداع توقف حياتها، متباعدة جدا وقد تصل إنها تقف خالص بعلاجات متطورة ورائعة وآمنة. عظيم عظيم. يعني 40% فقط زي ما حضرتك ذكرتي هم اللي بيتم تشخيصهم. للأسف أستاذ محمد، عشان كده ابتدينا نعمل التوعية، وطبعا تاني بشكركم طيب جدا على هل يا الاستضافة. دكتوره عرفنا يعني ايه اكتر الاسباب اللي بتؤدي الى صداع النصفي في الناس اللي تم فحصهم او تشخيصهم؟ أكتر حاجة نمط الحياة أستاذ محمد، أولا هو يعني ليه عامل وراثي، فممكن ساعات ممكن أنا أكون ملتزمة بكل حاجة بس برضه هيجيلي نوبات صداع، لكن في حاجات في ايدي اقدر اعملها، انا مش هغير الجينات بتاعتي او العوامل الوراثيه. مفهوم طبعا. ففي حاجات في نوعيه الاكل، يعني مثلا الحاجات المصنعه، الجبن المصنعه، الحاجات اللي فيها ماده الاسبارتام اللي احنا بناخدها في المشروبات المحفوظه، المكسرات، في بعض الاحيان اللحوم المصنعه، الاكل الغير صحي اثبت انه بيزود نوبات الصداع. الحاجه الثانيه بعض العادات الخاطئه اللي المرضى بيعملوها، زي مثلا ان انا فترات طويله جدا جدا بدون رياضه، ما بشربش ميه واحنا في الحر ده، فبتجاهل السوائل، كل دي عوامل هتزود لي نسبه حدوث الصداع النصفي. لخبطه الهرمونات عند السيدات، استعمال وسائل منع الحمل اللي فيها هرمونز، الهرمونات اللي بتستعمل لو انا عندي استعداد للصداع النصفي هتزودها جدا. فبالتالي منع الحاجات دي هيخلي المريضه المعاناه بتاعتها من الصداع احسن كتير جدا. عظيم، وكويس ان حضرتك وضحتي برضو ان احنا بامكاننا ان احنا نعالج الصداع، وبلاش استسهال في ان احنا ناخد مسكن فنعالج العرض بشكل وقتي ولكن بيفضل الصداع موجود وهيفضل على فترات متباعده، لكن في علاج للصداع زي ما حضرتك ذكرتي. بالظبط كده حضرتك، تمام. الوقاية خير من العلاج، دايما نقول الوقاية خير من العلاج، لو منعت نوبات الصداع أعيش حياة أحسن كتير جدا من إن أنا أستنى النوبة تيجي صحيح. وأبتدي أدور على مسكن. طيب لكل الناس اللي بتشوفنا، احنا عايزين نقول ان في وحدة للصداع في جامعة القاهرة، حضرتك مسؤولة عن وحدة الصداع دي، اي حد يقدر يتوجه لهذه الوحدة وموجودة في انهي مكان، بحيث ان هو يقدر يتم تشخيصه ونيسر الحياة بقى على الناس. احنا عندنا في وحدة الصداع الحقيقة في عيادة كل يوم اربع في القصر العيني في العيادة الخارجية، بنستقبل المرضى اللي عندهم صداع، بنبتدي نعمل لهم تشخيص سليم، كل يوم اربع موجود حد من الاساتذه او الاستشاريين الموجودين في القصر العيني، بنطمن على المريض، بنسمع المريض كويس جدا، بنطلب الفحوصات اللازمه، وبنبتدي نوجه المريض ونتابعه بحيث ان نوبات الصداع دي تتوقف. مش بس كده، احنا عندنا كمان بنعمل نوع من انواع الحقن اللي نقدر بيه، الامن جدا نقدر بيه نوقف نوبات الصداع. الحاجة الثالثة إن وحدات الصداع الحقيقة مش بس في القصر العيني، يمكن القصر العيني ليه الريادة في إن هو أول جامعة عملت وحدة مخصوصة متخصصة بقى لها حوالي 8 ل 10 سنوات مخصوصة فقط لأمراض الصداع بكل أنواعه. لكن الحقيقة موجود في جامعات أخرى في محافظات أخرى. فيعني بدعو الناس إنها بس تهتم إنها تدور في الجامعة اللي موجودة في محافظة حضرتك، دور هتلاقي غالباً في وحدة مخصوصة للصداع.
طيب الصداع احنا مش مضطرين نتعايش معاه، واحنا مش مضطرين نعاني من الصداع، ومش مضطرين نرهق الكبد والكلى طول الوقت بالمسكنات. في علاج للصداع وفي وحدات للصداع موجوده في اغلب الجامعات المصريه في اغلب المحافظات. كل شكر ليكي دكتوره منى ندى، استاذ طب الاعصاب بكليه طب جامعه القاهره. نورتينا وشرفتينا وطمنتينا كمان، شكرا جزيلا لحضرتك.